Problem 3 من first exam October 2019. 3 vectors with the magnitudes A equals 44 meter, B 20 meter, C 15 meter are shown. If M equals A plus C minus 2B, find the magnitude and direction of vector M relative to the positive X axis. نفس السؤال بنفس الطريقة لشابتر 3. نعبر عن كل فيكتور بالتو كومبوننتس AX AY BX BY CX CY. بعدين نكتب المعادلة في صورة تو كومبوننتس MX equals AX plus CX minus 2BX وال MY AY plus CY نفس المعادلة minus 2BY. خلصنا نجيب ال M as a magnitude square root ل MX square plus MY square. نرسم المحاور ونحط ال M X وال M Y ونشوف أي ربع ونحسب الثيتا. طبعا الثيتا حسب أي ربع هنكتب قانونه. نبدأ بالتعويض. ال A totally في ال positive Y direction ملوش حاجة في ال X، وال 44 كلها في ال Y direction في ال positive Y direction. ال B X موجودة في الربع الرابع يعني positive نقول 20 ونيجاتيف 20. الزاوية مع محور الواي نحط الكوساين لمحور الواي ويبقى الساين لمحور الاكس. دايما الكوساين مع الزاوية مع المحور المعروف زاويته. السي توتالي في اتجاه نيجاتيف اكس اكسس يعني نيجاتيف 15 والسي واي بزيرو. نطبق الاي اكس بزيرو السي اكس نيجاتيف 15 وبعدين ماينس 2 في 20 ساين اللي هي ب 10 يبقى كلها على بعض نيجاتيف 35 متر. طبعا كل الوحدات مترز. ال ام واي اي واي اللي هي 44 بلس سي واي 0 ماينس 2 في ماينس 20 كوساين 30 بالآلة تطلع 78 0.6 متر. الجذر التربيعي نربع 35 سكوير اشاره هتطير 78.6 سكوير وناخد الجذر التربيعي يطلع 86.1 متر. نيجاتيف مع بوزيتيف يبقى الربع الثاني نيجاتيف مع بوزيتيف يبقى ادي الام اكس. طبعا مش لازم ترسم ولكن ليك انت عشان تعرف الزاوية في اي ربع. دي الثيتا هيبقى الثيتا 180 degrees minus tan inverse للام واي اللي هي 78.6 تقسيم الام اكس اللي هي 35 بدون اشارات. طبعا يطلع الجواب 114 ديجري. دايما أسئلة شابتر 3 بنسبة كبيرة مباشرة جدا مبقاش فيها أخطاء، لذلك يا ريت تكتروا منها.